السلام عليكم اخوتي المغاربه ومرحبا بكم في هذا الفيديو. معكم اخوكم اشرف قدوري، كنشتغل في العلاج النفسي وتدريس اللغه الالمانيه. حاليا راني ماستر في مذهب مالكي. هذا التخصص كيسمح لي نوعا ما انني نهضر واحد الموضوع ديني اللي طاروا الاستاذ ياسين العماري، وفي الحقيقه واخا ما تكونش متخصص الا كنت عارف شي حاجه فتقدر تقولها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بلغوا عني ولو ايه، ماشي ضروري تكون عالم. واحد الموضوع اللي هضر فيه السياسي العماري، وانا كنحترمو كنحترمو الانسان قبل ما يدير اللحيه وقبل ما يتخصص، ولكن كيقولوا المصريين غلطه الشاطر بألف غلطه. هو واحد الناس، هو واحد الانسان الناس كيتبعوه وكيسمعوا ليه. ففاش سولوا واحد السيد على عذاب القبر وقال له واش عذاب القبر كاين ولا ما كاينش، والفيديو راه موجود في الانستغرام وراه كيدور في الفيس، قال له واش الا جاوبناك حنا انت على عذاب القبر غادي نسدو الثقب في الاوزون وغادي نديرو غادي نديرو غادي نديرو. ماشي هذا هو الجواب، وما يكونش منهج اقصائي في الجواب. اولا راه ابراهيم عليه السلام اللي نبي قدو قداش وقال الله اريني كيف تحيي الموتى، قال له الله اولم تؤمن، قال له بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاذا كان النبي قدو قداش وسول في مساله عقديه باش يطمئن القلب ديالو والله جاوبه وعطاه داكشي اللي بغى، فما يمكنش واحد الشاب مغربي يسولك على عذاب القبر وتقول له هذاك الرد ديال واش الا جاوبناك انت مع شنو غادي نديرو، واش غنسدو الثقب، واش كذا واش كذا. تجاوبوا لانها مساله عقديه وغترتبط له باشياء اخرى. وانا ما جيت وهضرت في هذه المساله حتى كانوا شباب، هضرنا في هذا الموضوع هذا وقال لك اخويا ما تسولش كاع، حسن ما تسول وبقاو اجوبه كيجيو. وباش تقول انه عذاب القبر كيكون على الروح وكذا وتسكت، هذا خطا، لانه خصك تفصل الناس واش النفس اللي كتموت ولا الروح اللي كتموت. الا ما قريتش هذا الشيء هذا، انا ما عرفتش التخصص ديالك يعني ما بحثتش فيه، ولكن قال لي واحد الاخ بانه ماشي التخصص ديالك هذا استاذ. حنايا الله يوفقك والله يجعلك من الناس اللي غادي يبينوا لنا الدين، ولكن قرا شي شويه الامور اللي كتعلق بهاد الحوايج هادو. مثلا قرا غير الابانه ديال ابي حسن الاشعاري كيتحدث في المساله كيفاش تثبت عذاب القبر، ياك المغرب كيعتمد العقيده الاشعاريه. كاين كتب اخرى، كاين تصنت ناس اخرين اللي هما ابلغ منك وتشوف، ولكن باش تجاوب واحد الانسان مغربي كيسولك على مساله عقديه في الغيب وتقصيه وتضحك فيه الناس، فهنايا راك ما غاديش تزيد به القدام وانما غادي تبعده. مساله ثانيه، فيديو اخر كنهضر فيه على الانسان اللي خطب البنت وقال له واخا تخطبها وتدخل ويقول لك باها كذا وكذا، فراها ما راها بحال اللي بحال ديك البنت اللي ما عمرك هضرت معاها في الشارع ولا يحل لك كذا وكذا، واه لا يحل له انه يلامسها ولا يجامحها ولا حقا، ولكن وضح. فانا واحد الدري كان معايا كاع فاش شاف الفيديو قال لك انايا يعني دابا هاد البنت هادي واخا تمرض ما نزورهاش، لانه هو الشيخ هذا كيقول لك اخويا البنت واخا تخطبها ويقول لك باها نعطيك بنتي وكل شيء، راه ما خصكش تهضر معاها وبحالها بحال البرانيه. لا، هنا غادي نوقعوا في واحد الدين، الفتوى ماشي بحال القضاء، لان القضاء يقدر تغلط مع واحد الانسان مثلا تحكم عليه ب 10 سنين وتضرو غير بوحدو، يعني واحد اخر تقدر تبدل معاه القضاء، ولكن الفتوى ولا تعطي شي حاجه بحال هكا راه كيدوها الناس كاملين. فيقدر انا ولا الشخص ولا اخر غادي يكون خاطب واحد البنت وتمرض ولا يقول لها ما نجيش نزورك ما نرقبش عليك لانه راه ما بحالك بحال وحده اجنبيه عليا، وهي عاوتاني غادي تقول نهضر حتى مع واحد اخر، وواحد اخر غادي يجي يقول لك اخويا راه واخا خاطبها هذاك انا نمشي نخطبها تنايا لانه راه بالنسبه لي اجنبيه. وفي راه الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، فخصنا راه كنتفاهموا كان راه الفتوى كتوجه لعقول مختلفه في الفهم. يقدر انا كمتخصص ولا الاخر يفهمك شنو باغي تقول، ولكن بما انك كتهضر بالدارجه وكتهضر مع العوام فالله يجازيك بالخير، هضر بواحد الطريقه اللي يفهموها الجميع. وكنجدد الاحترام ليك ولاي شخص مغربي. وبالنسبه اخوتي لعذاب القبر، انا مثلا الا سولني شي حد شنو غادي نقول له، راه كاين اختلاف بين الناس لا متقدمين ولا متاخرين. الناس كنحسبوهم الناس يعني كيبانوا علماء وكتحسبوهم الناس صالحين باذن الله، وكيقول لك مثلا عذاب القبر ما كاينش، بحال ما تولي الشعراوي مثلا شكون اللي ما كيعرفوش، والمتقدمين بحال المعتزله واش هادوك كانوا كفار؟ تا هما كانوا يبغيو يدافعوا على الدين، وراكم اللي قاري راه شاف شحال ديال المجهود داروا باش يثبتوا الصفات ديال الله وهذا، ولكن جاوا لعذاب القبر والفاوه. وكاين الناس اللي كيقول لك لا عذاب القبر كاين على الجسد كيف ما يكون دابا الا شي واحد ضربك تما كذلك في القبر غادي يجي واحد الملاك ويبقى كيضربك كذا وكذا. انا من بعد واحد البحث بسيط شي شويه لقيت بانه عذاب القبر كاين ماشي ما كاينش، ولكن ماشي بالصوره اللي كيقولوها لنا غادي يجي واحد الثعبان مثلا ويبقى كيعض فيك دائما دائما دائما، ولا يبقى كيضربك واحد المطرقه لراسك وراسك يتفتت وتولي تنزل وهذه، لا، لانه الجسم كيتحلل. وماشي هنايا كنسقط الدين على العلم، وغادي يكون يعني كما نقولوا الدين وعاء وداك الشيء اللي تقال في العلم وجا صحيح هو اللي صدقوا به الدين، لا،
ولكن هذه تراكمات ديال الادله ويقدروا تبحثوا. ومرحبا باللي بغى يتجاوب مع هذه المساله هذه. فقلت عذاب القبر يكون على النفس، لانه النفس راها حتى ملي كتكون انت ناعس مثلا. انا مثلا واحد الدري كنعرفو واحد النهار حلم انه باه ضربوا ليدو في الصباح، لقى يدو كتوجعو. وهذه كتوقع لنا، كاين اللي كيكون كيحلم شي حاجه ديال شي واحد جري عليه كيفيق كيما نقولوا خايف، كاين اللي كيكون كيحلم راسو يلعب كره ولا شي حاجه كتعطشو كيحلم كيفيق عطشان وكيشرب الماء. كاين اللي كيكون عطشان ناعس شويه عطشان وكيحلم باللي راه شرب الماء في الحلم، وكيصبح وكيلقى راسو ما محتاجش الماء. فالعذاب غادي يكون مثلا على الناس اللي غيتعذبوا على المستوى النفسي، غادي يكون واحد النوع من الاحساس والادراك، ولكن ماشي بالمعنى ديال انك غتقول للجسد بقاو كيضربوا فيه ويقطعوا. لانه حتى باش كيكونوا باش غادي فيقوا كيقولوا من بعثنا من مرقدنا هذا، يعني كنا ناعسين شكون اللي فيقنا. هذا هو اللي بغيت نقول لخوتي، ومرحبا بكم الى كان شي حاجه اخرى.